مشاهدينا نضعكم في قلب الحدث، حيث تنضم إلينا الآن شبكة مراسلي العراقية الإخبارية من بغداد عباس ناعم، ومن نينوى خالد الجبوري، ومن ميسان حيدر الجيزاني. أبدأ من بغداد معك عباس، أهلا بك. بداية حدثنا عن آخر المستجدات في العمل بمشروع تأهيل مداخل العاصمة. نعم، تحية طيبة. بالتأكيد جميع المشاريع في حزمة فك الاختناقات الأولى في بغداد تسير على وفق الجداول الزمنية، وربما سبقت هذه المواعيد مداخل العاصمة بغداد، ومنها مدخل بغداد الموصل الذي يتجاوز طوله تقريبا 33 مترا، يضم طرق سريعة ومجسرات لعبور المشاة، إضافة إلى توسعة الطرق والأرصفة وغيره من هذه الأمور التي وصلت أيضا إلى نسب متقدمة جدا، إضافة إلى العمل بشفتات مختلفة صباحية مسائيا لإنجاز ما تبقى من هذا المشروع. الأستاذ علي ناظم مدير إعلام هذا المشروع تحدث عن تفاصيل ما يتعلق بهذا المشروع. مساء الخير أستاذ علي، أين وصلت نسب الإنجاز في مشروع مدخل بغداد الموصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. منذ بدء الأعمال في مشروع مدخل بغداد الموصل إلى يومنا هذا تم إكمال 25 كيلومتر صب من أصل 33 كيلومتر، تم إكساء 13 كيلومتر من أصل 33 كيلومتر، تخطت نسبة إنجاز جسور المشاة 68%. كم جسر؟ لحد الآن 17 جسر مشاة وأربع جسور فوقية. العمل مستمر ومتواصل في على مدار اليوم، يتقسم العمل إلى ثلاث شفتات، الشفت الصباحي والشفت المسائي والشفت الليلي يبدأ اللي ماذا شوفه حضرتك. إيش قد ممكن فترة انتهاء هذا العمل صار علي؟ إن شاء الله الشركة المنفذة عازمة على إكمال المشروع نهاية العام الحالي بإذن الله، حسب ما مطلوب منا من قبل الجهات ذات العلاقة ومن قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. أكو توسعة للطرق، أكو هنالك صب لهذه الطرق، أين وصلت نسب الصب والطرق والتوسعة؟ نعم، تم صب 33 من اصل 33 كيلو، تم صب 25 كيلو متر فقط، المتبقي من اصل 8 كيلو من اصل 33 كيلو، وان شاء الله الشركه عازمه على اكماله خلال شهرين القادمين. تعرف انه هذا الطريق يعني مزدحم وطريق اقتصادي وتجاري ربط المحافظات الشماليه، عندكم طرق بديله لامتصاص الزخم الحاصل للعجلات؟ نعم، هناك طرق بديلة في قاطع A وقاطع B، لذلك بالإضافة إلى القواطع الشمالية لا يوجد ازدحام في مشروع مدخل بغداد موصل نهائيا بعدما عزمت الشركة على إكمال جميع الطرق البديلة للمشروع. تفتحوا السيطرات والمعوقات الأخرى في هذا الطريق؟ نعم، بعد إكمال رفع المعوقات والتعارضات الآن العمل يسير بشكل جيد ومستمر، وإن شاء الله الشركة عازمة على إكمال المشروع نهاية العام القادم. شكرا أستاذ أحمد. يعني معلومة أخرى أحمد، فيما يتعلق بالجهات المشرفة على هذه المشاريع، هنالك مقطع خاص بأمانة بغداد، هناك مقطع خاص بمحافظة بغداد الذي نتواجد فيه الآن، إضافة إلى ما يتعلق بوزارة الإعمار والإسكان التي أيضا تقوم بأعمال في هذا المشروع. نعم عباس، ابقى معي ودعني أنتقل إلى نينوى مع خالد الجبوري. خالد أهلا بك، نستثمر وجودك في موقع مشروع جسر الموصل السادس، حدثنا عن تفصيلات العمل بالمشروع ونسب الإنجاز المتحققة حتى الآن. نعم أهلا ومرحبا. حقيقة يعني ضمن توجهات دولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء عموما بما يخص توسعة الطرق الجانبية والرئيسية الداخلية والخارجية منها والطريق الحولي في محافظة نينوى، اليوم نشهد يعني تقدم في مشروع إنجاز الجسر السادس، وهو الجسر الحيوي الاستراتيجي المهم والذي يربط محافظة دهوك الحبيبة بمدينة الموصل عبر الساحل الأيسر ومرورا إلى الجانب الأيمن باتجاه العاصمة بغداد. نسب الإنجاز إلى حد هذه اللحظة بلغت 67% لجسر يبلغ أو يقدر طوله ب 360 متر، يعني العمل جاري على إكمال هذا الجسر الحيوي الذي سيخدم محافظة نينوى، وبالتالي سيقضي على حالة الزخم المروري والاختناقات المرورية سيما للشاحنات أو سيارات الحمل الكبيرة التي تدخل في الوقت الحاضر إلى داخل مدينة الموصل، مما يسبب حالة اختناق كبيرة. يعني كما تعلم ويعلم السادة المشاهدين أن هذا الخط هو خط استراتيجي تجاري يربط منطقة إبراهيم الخليل الحدودية بمحافظة هوك ومن ثم مدينة الموصل مرورا بالمكان الذي نقف فيه حاليا. إذا ما تم الانتهاء من هذا الجسر أكيد يعني سيوفر خدمة كبيرة تجارية واقتصادية للمحافظة. نعم.
نعم خالد ابقى معي ودعني أنتقل إلى ميسان مع حيدر الجيزاني. حيدر أهلا بك. من أبرز المشاريع في ميسان مشروع مجسر ونفق الكرامة في المحافظة، حدثني عن نسب الإنجاز والسقف الزمني المتوقع لإكماله. نعم طبعا يتواصل العمل في مشروع مجسر ونفق الكرامة في ميسان وبخطى متسارعة. طبعا هذا المشروع الذي يعد واحد من أهم مشاريع فك الاختناقات المرورية في ميسان، تسير الأعمال اليوم فيه بمراحل متقدمة وبنسب إنجاز طبعا وصلت إلى أكثر من 81%. طبعا هذا المشروع الذي يتكون من مجسرين وكذلك نفق ومسقف دوار لمرور العجلات، انتهت الأعمال في واحد من أهم المجسرات في هذا المجسر وكذلك هو من أطول المجسرات، المجسر أي. وكما تلاحظون حاليا الأعمال تجري بوتيرة متسارعة في المجسر بي في المقطع ما قبل الأخير تمهيدا لعمليات الصب. حاليا تجري أعمال تسليح في هذا المجسر الذي أقف أنا عليه، وكما تلاحظون هنالك شفت مسائي وكادر هندسي متواجد إلى هذه اللحظة، بغية إنجاز الأعمال وإتمام المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة. طبعا كما ذكرت المشروع لا زالت أنه نسب الإنجاز فيه في مراحل متقدمة. أعمال النفق الكونكريتية انتهت بالكامل وحاليا تجري أعمال ترابية وكذلك أعمال صبغ للجدران الساندة. أما الأعمال الأخرى فيما يتعلق بالمجسر أي فقد بدأت الأعمال الكهربائية، وهنا كما تلاحظون الأعمال مستمرة في المجسر بي تمهيدا لأعمال أنه أعمال التسليح وانتهاء بأعمال الصب. هنا الشركة المنفذة وجهت جهد مكثف من قبل الكوادر البشرية هنا وبواقع 120 أكثر بين عامل ومهندس طبعا الأسراع من وتيرة الأعمال هنا في هذا المجسر الذي طال انتظاره. طبعا كما ذكرت أنه هذا المجسر يشكل واحد من أهم المجسرات وكذلك أكبر المجسرات التي تنفذ في ميسان وفقا لتصميمه الحديث والمتطور في معالجة مشكلة فك الاختناقات وتنظيم الحركة المرورية في المحافظة. نعم. يعني حيدر، هل هناك مشاريع أخرى في محافظة ميسان يعني تأتي بالمرتبة الثانية أو ربما تحتل الأولوية أيضا في العمل، ليس فقط في مشاريع فك الاختناقات وإنما في مشاريع أخرى حيوية تحتاج إليها المحافظة في الوقت الراهن؟ نعم طبعا هنالك الكثير من المشاريع في محافظة ميسان وكذلك هنالك مشاريع متعددة ومتنوعة فيما يتعلق بمشاريع تنظيم الحركة المرورية وفك الاختناقات. أيضا هنالك مجسر الابتيرة في المحافظة تتسارع فيه وتيرة الأعمال وحقق نسب إنجاز متقدمة. أيضا هنالك مشاريع مهمة تنفذ من قبل مديرية البلدية في المحافظة وهي مشاريع إكساء الطرق، مشروع طبعا شارع 60 في منطقة حي الحسين وصل أيضا إلى نسب إنجاز متقدمة. أيضا هنالك مشاريع لإكساء الطرق في بعض المناطق المستحدثة، هذه المناطق التي وزعت حديثا على المواطنين بغية إكمال الخدمات لهذه المناطق. هنالك عمل متواصل أيضا من فريق الجهد الخدمي في ميسان لطبعا إتمام الخدمات في المناطق المشمولة طبعا واضح جدا رئيس الوزراء لإيصال الخدمات إلى المواطنين. هنالك جهد مستمر في منطقة كصيبة وكذلك في منطقة حي السلام وكذلك في منطقة المدثرة وأيضا في المناطق التي تقع في الأقضية والنواحي التي وصل إليها الجهد. شكرا لك حيدر الجيزاني. أشكر شبكة مراسلي العراقية الإخبارية من ميسان حيدر الجيزاني، من نينوى خالد الجبوري، ومن بغداد عباس ناعم، شكرا جزيلا لكم.